وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر، وتبعه حفيده في بعض فتاويه. الجد اللي هو أبو البركات ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار، وحفيده ابن تيمية شيخ الإسلام، وهي عائلة كلها علماء هذه العائلة المباركة. نعم. في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. نعم، بعض العلماء كان عندهم نعم، لكن لكثرة خوارم المروءة عندهم تركهم الناس ولم يحرصوا على طلب العلم عندهم. فإذاك إنسان يزين نفسه مع العلم بالأدب والمروءة وما شابه ذلك من مكارم الأخلاق. نعم.